أفضل ممثل استثنائي. أفضل ممثل استثنائي دي الفئة اللي احنا بنراهن فيها مش بس على النجومية وعلى الإيرادات والشباك والاسم الأول في الأفيش، لا احنا بنسأل في الفئة دي عن الأداء، الأداء والعمق ومحبة التمثيل والإبداع فيه. السنة دي كان في منافسة كمان ما بين مجموعة مخضرمة من الممثلين والممثلات بالنسبة لفئة أفضل ممثل استثنائي، كانت النتيجة لصالح بنسبة 34% للمخضرم سيد رجب. لما تنزل 9 عشان 9:30 بيقفلوا الفيسبوك ده مسخرة. حلو جدا. شمعة ورا شمعة هنقدها، غنوة ورا غنوة هنعيدها، عيدك وده يومك ودي ليلتك، أهلك وحبايبك مع عيلتك، سنة حلوة عليك وانت معانا، سنة حلوة عليك وانت ما بينا. والله دي حاجة الحمد لله. وانت ليه كل مرة بتبقى متفاجئ؟ والله لاني سعيد جدا، ويعني انا فخور وسعيد وفرحان بيكو وفرحان بالجمهور اللي اختارني. ابو العروسة الجزء الثاني، السنة اللي فاتت سيد راجب حصل على لقب افضل ممثل في 2019 عشان ابو العروسة واحد، والجزء الثاني فضلت محافظ على مكانك وتألقك ومحبة الناس ليك. ما كنتش قلقان من الجزء الثاني؟ لا والله ما كنتش قلقان، كنت مبسوط لأن كنت عايش في اللوكيشن كبيتي وكأسرتي وكنت سعيد خالص، لأن الجزء الأولاني قعدنا بقى نعمل شخصيات ونشتغل الجزء الثاني كنا عايشين الحياة، كنت ريلاكس خالص خالص أو بشكل شخصي يعني. يعني انتوا بجد في اجواء كده اسريه كانت في تصوير المسلسل الجزء الثاني تحديدا. والولاد ولادي والولد مرزوق يجي يقعد على حجري والبنت بدريه تيجي تقعد على حجري بره حتى التصوير، وكنا عايشين يعني اسره واحده. سيد رجب استاذ عبد الحميد بطل المسلسل. ايوه يا فندم تحت امرك. انت استاذ عبد الحميد ده شفته في الحياه صح؟ يعني كان جار، كان قريب؟ طبعا ده أب وجار وعم وخال ومصري. بس في ناس في ناس بتقول هو لسه في ناس طيبة قوي كده زي أستاذ عبد الحميد. أنا في رأيي إن كل الناس طيبة زي الأستاذ عبد الحميد، وأنا موافقاك والله العظيم. أنا دايما عندي إحساس كده بس يعني صح، نديهم المساحة إن يبقوا طيبين هيبقوا طيبين. سأقول لحضرتك حاجة، هو أستاذ عبد الحميد أو الأساتذة عبد الحميد اللي من طيبتهم ما عندهمش حب للظهور، يعني في المجتمع بيأدي دوره بطيبة وعطاء وحنان وما هوش في اللي وسط الكادر يعني. بالظبط صح كده؟ بالظبط كده بالظبط. كان ليك لقطة قريبة جدا من المسلسل وكانت وكأنه الحقيقة بتتكرر في المسلسل، لما بنت انت ما تعرفهاش بعتت لك وقالت لك انا ابويا متوفي ونفسي تحضر معايا فرح. احكي لي الحكاية. والله البنت بعتتلي على الفيسبوك وقالت ان انا والدي متوفي وان انا هتجوز وابو العروسة ده كأنه ابويا وانا حاسة ان انت ابويا، فياريت تيجي تحضر فرحي مكان ابويا. طيب فانا اولا استغربت وفرحت جدا وكنت حاسة ان انا مش هقدر اروح، يعني مش هعرف، خايف. ناس ما تعرفهمش خالص. ناس ما عرفهمش خالص والبنت ما عرفهاش فانا مش فاهم.
فكنت بكلم ناس صحابي بقول لهم كذا كذا ونفسي اروح بتاع وحاجات كده. هو الاستاذ ابراهيم حموده المنتج بتاع المسلسل قبل العروسه، نفسي اروح بس مش عارف اروح ازاي. قال لي ازاي يعني ايه؟ ما يعني ممكن تاخد اي حد من المكتب ويروحوا معاك. قلت له ممكن حد يجي معايا؟ قال لي اه. كان قلت له مش عايز بقى، كانهم صحابي يعني وبتاع وحاجات كده. طب ماشي وبتاع. جم دخلنا عرفتوا القاعه وعرفنا القاعه طبعا. وطبعا بس انت قلت لها انا جاي ولا ما قلتلهاش؟ لا خالص، بظروفها كده خالص. ورحت داخل ولقيت بقى الجمال كله، يعني بنت كاني فعلا ابوها. هي البنت كانها لقيت ابوها. استاذ عبد الحميد في الجزء الثاني بقى جد. ايوه. انت في الحقيقه بقيت جد ولا لسه؟ ايوه عندي هنا. يا نهار فعلاً؟ ابيض. لا 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 يا جدو لازم تحكي لنا. ده حب كبير ده. انا بهزر، ما تزعلش مني. لا لا ما انا فعلا جدو. ده انا بموت. احكي لنا بقى عن هنا بقى. قبل ما تيجي هنا كنت بقول لبسمه بنتي، لا مش هتقولي جد ولا بتاع ولا الكلام الفاضي دوت، تقولي يا سيد وخلاص. بس دلوقتي بموت في كلمة جده منها. عندها قد ايه؟ عندها دلوقتي 4 سنين. ده تلاقي جده بتطلع سكر. ايوه طبعا. طبعا مش كده يا جده. طيب هنا بتبتزك بقى، بتخليك تعمل ايه؟ يا احكي لها حواديت. طبعا. احكي لي بقى الابتزاز طبعا. اولا انا بحكي حواديت وحاجات كده. فطبعا فطبعا بتقعد على حجري واحكي لها بقى حكايات. تحكي لها سيره الهلاليه وابتزازها ليا. تاني يا جدو. وانا يعني افضل تاني يا جدو. بتحكي لها السيره الهلاليه ولا بتحكي لها حاجات تانية؟ لا 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 طبعا بحكي لها. سيد رجب ده حكاء يقف كده على الستيج ويقول شفتك مرة وانت بتقول السيرة الهلالية كده كأنك بتقول يعني 3 دقات، يعني الموضوع سلس كده مع ان هي حاجة عويصة. انا بحب الحكي وبعتبره وسيلة لتدريب الممثل، فهفضل احكي على طول. تفتكر ايه من الحكي ممكن نقوله النهاردة من السيرة الهلالية؟ من حاجات بتقولها الهنا. انا ممكن احكي لكم نكتة. يا سلام، يا ريت. يا ريت. ونكتة برضو هي كأنها حكاية لأن أنا نكتي طويلة شوية. احنا معاك يا أستاذ سيد. مرة زحلفة حلوة كده وأمورة وبتاع، فحبت واد حلو كده اسمه زحلوف. اتخطبوا 5-6 سنين وبتاع واتجوزوا. وبعدين خلفوا ولد اسمه زحلف صغير كده. 3-4-5 سنين الواد كبر وبقى يتمشى كده وجميل وبتاع. فجت زحلفه قالت لزحلوف يا راجل ده احنا متجوزين بقالنا كتير قوي واتخطبنا كام سنه، نفسي اشم الهوا. قال لها ما تفتحش الشباك يا وليه. قالت له اشم الهوا يا راجل، نفسي في البحر، عايزه اتفسح، عايزه اروح البحر. لا بحر. بحر يا وليه؟ قالت له نفسي اروح اسكندريه. لا اسكندريه ده مشوار كبير جدا. قالت له يا اخويا ده هي فركه كعب، 3 سنين رايح وثلاث سنين جاي خلاص. لا 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 نروح السخنه، 2 سنين رايح و2 سنين جاي خلاص. قلت له يا اخويا ما تكسر بخاطري. قال طب خلاص جهز الشنط. مفيش هوا 2-3 شهور كانت مجهزه الشنط. وتوكلوا على الله طلعوا على اسكندريه. سنه
في اتنين في تلاتة وصلوا اسكندرية، لقوا البحر بقى الله والهوا جميل وبتاع. وادي زحلف، روح لعب في الرملة شوية. ايوه زحلفة بقى فشلنا الاكل بقى جعانين ثلاث سنين في السكة مش معقول كده. قلت له عينيا يا اخويا، فرشت بقى الملاية وبتاع والخص والجزر وبتاع ومش عارف ايه وحاجات كده. يا حستي والنبي ما تزعل مني يا زحلوف. في ايه يا ولية؟ ايه اللي هيزعلني منك؟ اصلي نسيت الملح. نهار اسود وهنعمل ايه دلوقتي؟ قلت له يا اخويا روح يعني روح هاته ثلاث سنين رايح وثلاث سنين جاي مش مشكله. لا تتجننتي، انا خلاص ركبي صايبه مش هقدر. خلي الواد زحلف واد صغير كده ويروح شاب سنتين رايح وسنتين جاي شباب دلوقتي. زحلف تعالى روح يا واد هتلاقي ملح وتعالى. لا يا ماما انا مش رايح. يا ولد عيبه شوف ابنك بقى. ولد زحلف تعالى هنا. يعني مش قلت تسمع كلام ماما؟ بعدين عيب عليك، انا ثلاث سنين رايح وثلاث سنين جاي، انت سنتين رايح وثلاثين جاي، تيجي على طول مفيش مشكله. يلا يا ولد روح بسرعه. الولد راح رايح. حاضر. ومش سنة في اتنين ايه خبر في تلاتة في اربعة في خمسة الواد ما جاش. الله ايه يا زحلف الواد ما جاش. الله انا عارف بقى تلاقيه اتلم على زحلفة كده ولا كده قاعد يلعب معاه سنة ولا اتنين مش معقول كده. الله ينعم على العيال على مخلفتهم. بقول لك ايه، لا ملح ولا نيلة، حط لنا الاكل ناكل. راح الواد راح طالع من تحت الرمل. يا سلام، يعني لو كنت رحت كنت اكلتوا لوحديكم. سيد رجب نموذج، نموذج للي بيحب حاجة فضل مخلص لها وإخلاصه ده بيبان كل يوم مع كل عمل بيتعرض له أيا كان اسم العمل. صحيح إن في 2019 اسم العمل كان أبو العروسة، إنما في كل سنة سيد رجب أنت بتتحفنا بأدوار وأداءات رائعة. أفضل ممثل استثنائي مش بس في 2019، كل سنة. سيد رجب.